السلام عليكم الإخوان، تحياتي للإخوة والأصدقاء وجميع عشاق الدراجة النارية، عشاق السفر. انتوما ها واحد شبيه لكم، كيشبه لكم بزاف، كاع اللي تينقص وتيحنقص بالموطور راه كداير موطوفيلي. هنا راه كاين الكونتور، هنا كاين الرونفلاج، كاين الضدر. شوفوا انتوما تشوفوا، راه من الأهميات في هادشي كامل هي الخودة. نصيحة ليا وليكم هو أنكم ديروا الخوذه ديالكم في راسكم، لانها حمايه بواحد 35% ولا 50%، تتحميك من الشلل، تتحميك من انفجار الراس، تتحميك انسان يقدر يموت، يقدر يتشلل، يقدر يولي قد معاق. الكاسك راه مهم والخوذه راه مهمه، وتنصحكم ديروا شي خوذه تكون مزيانه فيها الايزو. الحلقه ديالنا الاخوان غنديروها على لاشيز او الكرسي. الكرسي من الحوايج اللي هما مهمين، ومن الحوايج اللي ضروري ديروهم في هذه الدراجه. هذه اي موتور كيما كان صعب في الركوب، يعني تضرك في القاع ديالك من بعد ما تتركب عليه فوق ساعه، ضروري الخوت تزيدوا ليه هاد السيبور اللي زدتو انا صراحه كرياسيون ديالي، لان الديزاين ديال هاد لاشيز هذه، هاد الكرسي هذا، فهو ديزاين زوين بزاف، واكشرية فيه هاد السمية هادي سبرينغ، فهي اسم ومسمى على الربيع وتابع حتى للصيف. ما نقول لكمش علاش عاود شريت هاد الدراجة هادي، لان صراحة عجبني بزاف، و الدراجة الاولى خرجتها دوزت واحد الوقت معين، ضربت بها واحد 30,000 كيلومتر، وفي نفس الوقت كنت محتاج لشي فلوس، داكشي علاش خرجتها. ماشي هذا هو قلت الموضوع ديالنا، وانما غادي نتكلموا على لاشيز، كيفاش انك تزيد شي سيبور اللي يفيدك. كما تعرفوا اي عاشق دراجه ناريه واي راكب دراجه ناريه تزيد دي اكسسوار الموتور ديالو باش يفيدوه في المستقبل، في الركبة، في السفر، في الإضاءة، في السيبور ديال التليفون، أي حاجة. أنا زدت هاد السيبور هذا، وإنما تلبية لرغبة المشاهدين، كثير المشاهدين سولوني وكثير الناس تيقولك شنو زدتي في الموتور ديالك. هادو هما الحوايج اللي غادي نوريكم زدتهم في الموتور ديالي، وصراحة فادوني وغيفيدوكم تانتوما كذلك. ما تنساوش الإخوان تفيدونا بشي رحمة الوالدين في شي كومنتير، وتخليو لنا واحد البصمه باش هاد الحلقه هادي تشاف اكبر عدد من الناس، واللي الناس اللي محتاجين ليها. وتنشكر اي واحد دعمني بلايك ودعمني كذلك بشي كومونتير، وعلى الاقل شاف الفيديو. يعني انا تنحاول ندير كاليتي تكون ضعيفه في الصوره، باش انني ما ناكلكمش من الكونيكسيون ديالكم، لان غالبيه ديال الشباب تيديروا نجمه 6، وغالبيه فيهم تيديروا الكونيكسيون يعني ضعيفه، يعني باش نكمل بها الشهر. هنا غادي ان شاء الله غادي نحط الفيديوهات كاملين اللي حطيت في القناه اللي فات عليهم عام، غادي نحطهم في الجروب ديالي اللي هو موتوفيلي تريب او موتوفيلي انفو، غنحطها باش كلشي يتفرج في الفيديوهات بمقابل ضعيف. تبارك الله عليكم. هنا غادي نوريكم كيفاش زدت هاد السيبور اللي هو سيبور سيل، ممكن اي واحد يصاوبو هاد السيبور هذا، اللي غيفيد الشباب وغيفيد حتى الناس كبار، فهو مهم بزاف. هانتوما الخوت دابا، هنا هذا هو السيبور ديالنا، هانتوما الخوت، هذا هو السيبور ديالنا، السيبور اللي ديال اي رياحيه وديال ممكن اي واحد يصاوبو، سهل، يتقام ب 60 درهم ولا 70 درهم، وفي نفس الوقت بما تتخسر الصوره ديال الكرسي، بما تتخسر الصوره ديال الدراجه الناريه. فهو بونج، تي بونج كرسي جاي في هذا الشكل هذا. هانتوما الدراري، داير بحال الستيل ديال الكرسي ديال 103 ديال دو طون، بحال هكاك سيكلو موتو، موتو بيكان اللي هو العادي، دير بحال هكا ياك. هنا من هذا الجانب دير بحال هكا،
طالع هذا بلاصة جات طالع. علاش هذه فكرت فيها على اساس باش تحميلك الحجر ديالك من البرد، وفي نفس الوقت الانسان ما تيبقاش يجلسي للقدام، تبقاش تجلسي يعني هذه تتحميك من البرد، وفي نفس الوقت هذه راه ملحمه بالبونج مزيان. الحاجه اللي زدتها اللي هي مهمه ديري هو انني زدت هنايا السلسله، هذا تتحل على اساس باش لقيت اللي ضعاف عندك هذا ممكن تزيد ايبونج هنا لداخل، تزيد ايبونج زيد شي حاجه لداخل اللي ممكن تخليك مرتاح. هنايا نتوما كما تشوفوا راه تيتحل، دير جوج ديال ليبونج هنايا، الجهه اللي هي فيها الضغط تندير عليها ليبونج هذا، وهذه راه ممكن تزيد شي بونج يكون مزيان، ولا يكون بالنسبه للدراجات اللي هما يا متانين هما تيكونوا طبعا اوريجين تيديروا ليهم تيلحموهم بشي حاجه اوريجين، وكما تعرفوا الدراجات ديال الشينوا راه فيهم البونج اللي هو ضعيف. وما يقول ليش ما يقول ليش شي واحد الاخوان بان هذا راه احسن من هذا، ولا هاد الشركه راه احسن من هذه، راه تتبقى احسن من هذه غير واحد المده معينه، في المده ديال 6 شهور الاولى ولا 3 شهور الاولى من بعد ما تيكون عليها الضغط بزاف حتى ضعف. بالنسبه للمطر ديال الهوندا والياماها واخا تيكونوا هادو ضعافين رقاقين، وانما الماتيريال باش نصاوب به هذا البرودوي هذا تيكون ملحم ومزيان ميديكال، تتكون ميديكال عكس ديال المطر اللي تيجيو الشينوا بثمن رخيص، فهو تتكون عنده هاد ليبونج هادي قاصحه، يعني ما تيفكرلكش هو شنو غيدير لك هنايا، يعني نتايا جلس ما تجلسش تبر راسك هذا. يعني انا كريت هذا وحاولت نبارطاجيه مع الدراري كاملين باش مركب انا هادي، زايد هاد السيبور هذا لي سيك ها هو من هنا، وواحد اخر زايدو من الجهه الاخرى كما تشوفوا ها هو من الجانب الاخر ياك، وهادي هادي راها فحال هادي غير انا ملاقيهم ملاقيهم بالسكوتش، دير ليهم سكوتش وملاقيهم. يعني لقيت باش انا بغي نغسل الموتور ديالي تنحيدها باش ما تفزكش من الداخل، تنحيدها باش ما تفزكش من الداخل، يعني باش انا بغي نركب هاد الدايري ها نتوما تركبها سهله. كنجي هنا تندير هاد الشبيكه ديالي بحال هكايا، الكونجا ديالي هنا هكايا ياك، ها هو دابا هنا سهل عندي، يعني بالزربه يركب ما يحتاجش شي مجهود اولا شي حاجه، تيجي حتى لهنايا ها هو مزيان مخير ياك. وبالنسبه للسيبور ديال الاخرين بيت كلاسيك هذا هاد لابارتي الدراري هادي فين تنديرو فيها الوراق تنشدها تتلصق فيها هاد لاسيك، شتي تنشد لاسيك الاخر اللي من الجانب الاخر حتى نجرو تنركبو هنايا، شتي ها هو دابا هنا مرتاح ما كاينش مشكل، ولاسيك ها هو ديالنا الاخر هنايا ما كاينش مشكل، فاش نسد على الموتور تيتسد هو ما كاينش مشكل، يعني بكل اريحيه. تبارك الله عليكم داري، كثير دري سولوني على هذا السيبور ديال الكرسي كيفاش ركبته، فالطريقه سهله وممكن يتقام لك ما بين 60 70 درهم حسب الخياط او الطابيسري، تيتصاوب عند صحاب لي طابيسري اللي تيصاوبوا الكوسانات ديال الطوموبيلات، خياط ديال بونج ديال الجلد ديال السراول، المهم عند اي واحد فهو سهل. تبارك الله عليكم، ما تنساوناش بالدعاء الدراري.